أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا لسكان المنطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية. وأكد مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت أن الاحتلال الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارة جوية وليس هناك مكان آمن ولا مكان يذهبون إليه. وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة بالمغادرة فورا باتجاه دير البلح حفاظا على سلامتهم.